كنا طالعين مظاهرة ومش لحالنا يعني، كان عدد كبير، وكان الأمن المركزي وعناصر الأمن الدولي والأمن الجوي والكل يعني، فصاروا يزتوا علينا غاز مسيل للدموع. شوي صار يزتوا حجار، بعدين فارت الدم، صرنا نزت عليهم حجار، صاروا يقبسوا علينا. ضربني قناص من صدري لخاصرتي، تميت غيبوبة 4 أيام، دخلت طلقة القناص من هون من الصدر وخرجت من هون الخصر. فضربت الرئة اليمنى وضربت الكبد والأمعاء وضربت المرارة وقطعت جذر عصبي اللي مسؤول عن العرج تبعي، عن بعرج من ورا الجذر العصبي تبعي شو اسمه. تميت غيبوبة 4 أيام بالمشفى بتنفس صناعي بما أن ما في عندي نفس. بعدين الحمد لله صحيت وحطوني عناية مركزة بمشفى خاص. بعد ما طلعت كان الرئتين مليانات مي وما في نفس نهائيا يعني، هيك كانت. فنزلوني على الشام، جابوا لي سيارة إسعاف ونزلوني على دمشق مشان العناية حصرا مشان الرئتين. لما دخلت على مشفى بدمشق اسمه مشفى وهربوني من الباب وراني، قالوا انه لا تنزلوا اسمه على القوائم لانه جاي بده يجي الامن ويشيله، فهربوني من برا لبرا. فرجعت على المشفى الوطني، المشفى الوطني اجوا طلبوني الشباب من برا، هربوني من باب الوراني، ردوا حطوني شالوني بحرام وحطوني بسياره بيك اب وزتوني او حطوني ببلد اسمه تل شهاب. تميت فيها 4 أيام لحد ما فتح الجروح مره ثانيه، ردوا صاروا يقولوني من مشفى لمشفى بدهم طبيب يعيد لي العملية أو يخيط لي الجرح مرة ثانية. أول شيء كان كبسي، كبسونا من السرعة، كانوا يحطونا كبسات تجميلية هي بيسموها، ففرطوا الكبسات الأخرانيات معي هون. ردوا لبين ما أمنوا الطريق على المشفى الوطني مرة ثانية، دخلوني لجوه، ردوا شالوهم وعادوا العملية مرة ثانية. بعدين طلعنا واقتحموا المشفى بمشفى الشفاء الخاص، طبعا الخاص والعام واحد.